مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، لقاء جديد وأسبوع جديد ولقاء مباشر على الإذاعة القريبة منكم ميد راديو. تحية خالصة لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم وأينما وجدتم، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. وكالعادة مستمعينا الأوفياء بطبيعة الحال، احنا معكم في لقاء مباشر ولقاء مستمر إلى حدود الرابعة. ساعة كنتكلموا فيها على أمور كتخصكم، كنسمعوا منكم، كتحكيوا لنا قصتكم، كنحاولوا جميع نجبروا الحل أو على الأقل نجبروا السبيل للحل. وساعة كتكون فرصة للإجابة على كل أسئلتكم القانونية. ولهذا الغرض في هذه الساعة الأولى كالعادة وككل يوم اثنين معنا الكوتش منى صباحي، مدربة معتمدة في التطوير الذاتي. مرحبا بك كوتش منى. مرحبا بك سكينة. صافي اش اخبارك؟ شي دابا انا كنرحب بك مولاة الدار. مرحبا بك. لا لا يخطيك، دابا وحده معروضه عند الاخرى ياك. احوال طيبه على خير؟ اللهم لك الحمد. كي داز الاسبوع؟ الحمد لله. اخبار السكيتة؟ كل شيء بخير الحمد لله والشكر لله. الحمد لله. اذا كنت مولا اليوم نتكلموا على واحد الموضوع عويس. ما طلعناش زكينا عافاك. نتكلموا على واحد التجربه اللي فعلا يعني معادله صعبه. الطبيعه فرضات العلاقه ما بين الرجل والمراه، يعني الرجل ما يمكنش يكتمل الا بمراه والمراه ما يمكنش تكتمل الا برجل. لكن في العلاقه ما بين هذا الرجل والمراه كاين اللي كيستحضر العاطفة وربط الوصل وربط يعني العلاقة بشكل جميل وبشكل عاطفي، وكاين لا كيتبان له العلاقة بشكل آخر. الأساسي في الأمر هو أنه المرأة كما كيقولوا كيف التمرة، مسح وكل، يعني كتحتاج لذاك الحنان والعطف والتعامل الطيب. وخا تكون هي مثلا خايبه او تصرفات شي تصرف ما مزيانش او دارت شي سلوك ما هواش، فكنتظر دائما من الطرف الاخر الاعتذار والتودد وطلب بالمسامحه الى غير ذلك. الرجل دائما بعناده كيبغي المراه اللي تكون متفهمه واللي ما تناقشوش واللي حتى تكون مبادره واللي كتقلب على شنو اللي يمكن يربط بينها وبين الزوج ديالها الى غير ذلك. لكن للاسف السؤال كيتطرح دائما، فين هي هذه المعامله؟ خاصه اننا كنلقاو ما بين الرجل والمراه مشاكل، كاين اللي كيعرف يتعامل معها وكاين اللي ما كيعرفش كيفاش يتعامل معها. هذا موضوع اللي غنتكلموا عليه في حلقه يوم غد باذن الله. لكن اليوم غنتكلموا على اساس المعامله ما بين الرجل والمراه. هي سكينة التقديم اللي قلتي زوين تمشي معنا. هي المسألة يعني احتياجاتنا مختلفة جدا من شخص لشخص. ديجا اختلافات ما بين الرجل والمرأة، يعني كل واحدة الاحتياجات لا الفيزيولوجية ولا النفسية كتكون مختلفة بالطبيعة ديال، ماشي طبيعة الاختلاف الجنسي اللي بيناتنا الرجل البيولوجي اللي بيناتنا، ولكن باختلاف المجتمعي أكثر منه ما هو بيولوجي. يعني كيفاش كنتربى وداك الصوره اللي المجتمع كيعطيها لنا وللاسره ديالنا كتعطيها لنا، والطريقه اللي شفنا الوالدين ديالنا كيتعاملوا بها، كيفاش الراجل خصو يكون وكيفاش المراه خصها تكون، كتعطينا واحد الانطباعات كنترباو عليها، وبلا ما نحسوا تنحاولوا نعاودوا نسترجعوها في حياتنا الزوجيه او كنقلبوا على العكس ديالها الا ما كناش راضيين عليها. سواء بطريقه واعيه او غير واعيه، بطريقه اللي حنا عايقين براسنا راه حنا كنقلبوا على الصوره المختلفه، او بالعكس كنقلبوا على نفس الصوره اللي حنا عشنا فيها النمطيه او لا. فكتلقى ان الراجل خصو يكون قوي، الراجل خصو يتحمل المسؤوليه ديال هذه وهذه، الراجل يعني كنحطوه في واحد الصوره كتسمى نمطيه ستيريوتيب، او الا قال دير شي حاجه اخرى راه ما هوش. اذا ماشي راجل. والعكس عاوتاني، المراه خصها تجمع الدار، المراه خصها تقابل وليداتها، المراه خصها تكون هادي، المرأة ما خصهاش تغوت، المرأة ما خصهاش تناقش، المرأة خصها هي اللي الدرك يكون عليها، المرأة هي اللي كتسامح. ايوا راه كلشي العيالات بحال هكا، وتا هي في حد ذاتها هاد الهضره هادي صوره نمطيه وكنقلبوا حنا عليها. ومين تيتصرف شي الا كنا حنا من النوع اللي كيامن بهاد الافكار بحال هكا او اللي كيعيش بهاد الطريقه بحال هكا، الا كان شي تصرف غير مختلف على داك الانماط اللي عندنا في راسنا وعلى الصور اللي حنا عندنا في المخيله ديالنا وفي التصرفات ديالنا، كنعتبروا ان غير متقبل. وهي كما قلت مجرد صور نمطيه، مجرد اشياء احنا تقبلناها من المجتمع ديالنا من الاسر ديالنا. ما الحقيقه او اللي خصو يكون هو داكشي اللي كنقرروه حنايا في الكوبل، في بين الراجل والمراه، مين كيجمعوا في دار وحده، مين كيقرروا انهم يبنيوا حياتهم مع بعضياتهم، خصهم يكونوا قادرين، هو اللي نتكلموا عليه هذا النهار، في التعامل بيناتهم، انهم يخلقوا واحد مؤسسه
ديالتهم هما بجوج بدون ما ان انا بغيت يدير لي فحال اللي كان بابا تيدير لماما او العكس او الاخرى لا خصها دير كما كانت ماما كتعامل مع بابا. يعني كنحاولوا نقلبوا على شي صور ديال وحدين اخرين. فحنايا ملي كنتجمعوا ملي كنهضروا على جوج مكونين اسره ماشي نفس الشخصيات ماشي نفس الاخلاق ماشي نفس التربيه ماشي نفس القرايه قارين ما قارينش اتسيتيرا ماشي حتى نفس المجتمع ماشي حتى نفس الاحتياجات. فما يمكنناش التعامل اللي كان هذه 10 سنين او 20 عام او 100 عام نكرروا في هذه الايام هذه، ولا التعامل اللي عندنا دابا هو اللي غنشوفهم دابا 20 عام او 30 عام او يعني باختلاف الجيل وباختلاف العصر كتختلف الاحتياجات كتختلف الاحتياجات كتختلف حتى المشاعر الطريقة ديالنا كيفاش كنعيشوا المشاعر المتطلبات ديالنا كتختلف. فهاد النهار نتكلموا على الحالة ديال عائشة واللي أنا لخصت بصفة عامة المشكل اللي كان عندها، وهي أنك تقول لك تتحاول ما أمكن باش أنها يكون واحد الإرضاء في العلاقة وأن العلاقة ديالهم تكون مزيانة وأن هذه، ولكن الزوج ديالها ما كيتبعهاش وما تتعرف شنو تحت راسه ودايما ما كتحس أن شي حاجة ناقصة في الكوبل ديالهم، وهو ما تيردش البال هذه وما تيقولهاش الله يعطيك الصحة من كطيب وما كيقولهاش الدرجه زوينه من كتبدل فيها شي حاجه وما كيردش البال واو واو. فمجموعه ديال الشكاوي التي لا تنتهي، وهي تتقول لك راه كندير اللي عليا كامل. فمن كتسمعي الهضره ديالها بصح يعني كندير هذه وكندير هذه وكنهني هذه وكندير الصباح فحال هكا وفي العشيه ملي كيجي كنحاول نعمل ليه فحال هكا، وتا انا كنشتغل وواخا كنشتغل كنرد البال لهذه ولهذه ولهذه. فكانت عائشه تتقوم بمجموعه ديال الاشياء بدون ما انها تعبر عليها. والزوج ديالها في الطريقه باش تربى الام ديالو كانت جالسه في الدار، فداكشي اللي بالنسبه لها هي اللي بالنسبه لها عائشه كتقوم به راه فوق الطاقه ديالها والمجهود ديالها من اجل الارضاء ديالو، بالنسبه لها هي امور عاديه. لان حتى هي ما عبرتش على ان راه كاين واحد المجهود، وهذه بزاف ديال النساء تيقوموا ما تيردوش البال ليها، ماشي ولا بد بالمدابزه، ماشي ولا بد وعقلتي انا درت هذه ودرت هذه، ماشي ولا بد ديال وانا عملت هكا عملت هكا، مي غير في الحوار وغير بالضحك واش كي جاتك الدار. كاين الرجال ما كيردوش البال مثلا انك بدلتي الفازه من هنا لهنا او شريتي فازه للدار، اذا علاش كتخلي كتحطي في ان تيست واش غير رد البال ولا لا؟ داك لي تيست ديال الملاحظه قوي ملاحظتك الاختلافات السبعه كاين اللي ما تيردش البال. بالنسبه لي مادام ما قلتيلوش مال هادي او شنو هادي ما فيها باس. يعني فهنا كانت مجموعه ديال الاشياء ان بالنسبه لعائشه اولا ان داكشي اللي كدير هي فوق المجهود ديالها ما كانتش مطالبه به. يعني اذا علاش كاين انتظارات غير معبر عنها، ملي كدير شي حاجه كتنتظر واحد المقابل ولكن ما كتعبرش عليه. في حين انها الا غير مشات وداكشي اللي كانت دارت غير صرحت الزوج ديالها قالت لي فوالا هادي وهادي وهادي، وغير بالضحك وفي ساعه ديال الرضا تقبلها بواحد الطريقه سهله جدا. نعم. هذه من جهه، من جهه اخرى التعامل انتظارات الاحتياجات ديالنا. عائشه ما كانش عندها واحد الفهم بعدا اصلا الاحتياجات الشخصيه ديالها، كانت كتنتظر من الزوج ديالها بعدا يفهمها هي علاش كتقلب اللي هي براسها ما كانتش فاهمه ويحققوا لها. فمين كنت خدمت معاه قلت له انت شنو كتنتظري منه انه يدير؟ قالت لك انه يعرفني شنو بغيت. ايه وانت شنو بغيتي؟ فكان واحد الصمت، وبزاف الناس منا ما كيعرفش راسو شنو بغا وكينتظر من الاخر انه يعرفوا شنو هو اللي بغا ويحققوا. فكانت ثاني حاجه هي انها دير، وكانت هي امشي شنو كتنتظر من هذه العلاقه، شنو تبغي تضيف لهذه العلاقه، وشنو تبغي الزوج ديالها يتصرف معها. فدرت واحد لاليست واحد اللائحه بالاشياء اللي بغات، وشفت شنو هي اللي فعلا مهمه وغير مهمه، لان شحال من اشياء غير كنتلقاوها كنشوف صاحبتي قالت لي فحال هكا ويمكن بصح يمكن ماشي بصح، او شفت شي مسلسل ولا شي فيلم ولا بانت لي شي لقطه وقلت هذا هو الحب هذا هو الاحترام خص بحال هكا يكون، ومن بعد ما عبرتش انا عليها. فشفنا داك اللائحه شنو هو اللي حقيقي، شنو هو اللي عنده واحد القيمه بالنسبه لها، وشنو هو اللي ما عندوش، وكيفاش انها تعبر للزوج ديالها على داك الاشياء وانهم يتفقوا عليها باش تحقق في الحياه ديالهم. نعم، واكيد مازال مواصلين ومستمرين معاك الكوتش منى في دردشنا دائما، وحكي لي ناقصتك. دابا الحلقه غتكون فرصه باش نتكلموا في هذا الموضوع طيله الاسبوع، لان خصنا هذا الاسبوع المعامله ما بين الزوجين. غدا غنتكلموا على الخلافات للاسف اللي في بعض الاحيان كتهدم العلاقه والاطراف ما كيحاولوش يعاونوا بعضياتهم باش يمكن يخرجوا منها. فبالتالي حنا مازال مواصلين ومازال مستمرين معك الكوتش منى الصباحي لحدود الساعه الثالثه. غادي نستقبلكم مستمعينا الكرام، وحكي لي ناقصتك على 0522 46 72 50 51 52، او عبر الاس ام اس غتكتبوا حل خليو فراغ وصيفطوا الرساله ديالكم ل 5080 ثمن الرساله 6 ديال الدراهم احتساب الرسوم. ايضا يمكنكم توصلوا معنا عبر الفيسبوك وصفحه البرنامج اللي هي الحل بين يديك. غادي نخليكم اللحظه مع فاصل اعلاني بعده اختيار غنائي، وراجع لكم مستمعينا الكرام باش نستقبلوا كل اسئلتكم على الاذاعه القريبه منكم. ميضاد
رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام على ميد غاديو، مازال مواصلين ومستمرين معكم دائما الى حدود الساعه الرابعه، وبرنامجكم الحل بين يديك. وحكي لنا قصتك على 05 22 46 72 50 51 52. ايضا فيكم تواصلوا معنا عبر الاس ام اس، غتكتبوا حل خليو فراغ وصيفطوا الرساله ديالكم ل 50 80 8، الرساله 6 ديال الدراهم احتساب الرسوم. ايضا فيكم تواصلوا معنا على الفيسبوك وصفحه البرنامج اللي هي الحل بين يديك. غادي نمشيو دائما استقبالكم مستمعينا الكرام، ناخذ معنا اول رسالة كتقول: السلام عليكم، مشكلتي نفسيا كبيرة، زوجي أهم ما عنده هو العلاقة الجنسية، لكن أنا ما كيهموش نفسيتي، وبالنسبة لي الإنسان اللي ما يعطفش عليك ماشي بالضرورة يطلب منك هذا الغرض. هذا هذه رسالة. هنايا اولا ما عطيتيناش حل لعدد سنوات ديال الزواج، وشحال الفرق السن بيناتكم، واش كاين ارضاء في العلاقه ولا لا، واش هادشي حسيتيه من نهار الاول ولا غير دابا، واش في جميع العلاقات اللي كتكون بيناتكم كتحسي ان انت غير اداه للوصول الى النشوه ديالو، ولا كاين غير مره مي كتكونوا مخاصمين، او الا ما كانش راشق له، ولا الا ما كانش راشق لك انت. فهذه كلها دي ديتاي واشياء كتعطينا واحد النظره على العلاقه الجنسية. وانت في حد ذاتك واش عندك، واش كتحصل على الارضاء ديالك، واش مره ولا ما كاينش، يعني بزاف ديال لي ديتاي ناقصين في هذه الرساله. باش انك فقط تقولي ان زوجي الاهم حاجه بالنسبه لي هو العلاقه الجنسيه وما كاينش المحنه، كاين اللي كيعتبر العلاقه الجنسيه في حد ذاتها هي نوع ديال المحنه، كتبقى كيفاش الطقوس ديالها كتمر، كيفاش واش كنردوا البال لكل واحد، وكتبقى كذلك واش انت كتعبري على الرغبه ديالك او لا، واش كتقولي ليه الراي ديالك في العلاقه ولا لا، واش كتكون المبادره منك شي نوبات ولا عمرها ما كتكون، فشحال من راجل كيمل دائما المبادره منه، الا ما كانتش المبادره من الزوجه ديالو صافي تعتبر انها هي بالنسبه ليها هذاك العلاقه غير شي حاجه زايده. وبزاف النساء تيعطيو هذا الانطباع على انها شي حاجه حشومه، على انها شي حاجه ما كنتكلموش عليها، على انها شي حاجه عيب، في حين انها هي راه من بين اساسيات العلاقه الزوجيه. ولو ربما يعني المراه بطبيعتها كيكون عندها احتياج عاطفي مستمر، يعني ماشي بالضروري العلاقه الجنسيه. يعني كتحتاج ربما لذاك العطف اللي ماشي من موراه، كما قالت السيده اللي ماشي من موراه واحد الهدف معين. لا، هي المساله نقول لك الاحتياجات الجنسيه كاينه عند الطرفين، كيبقى كل واحد فيهم كيفاش كيعبر عليها. الاحتياج العاطفي كنكونوا محتاجين له النهار كامل والاسبوع كامل والشهر كامل والعلاقه كامله. فإلا كان داك العلاقه العاطفيه يعني ما كانت تحس ان داك الحنان ولا داك الكلمات زوين الا قبل من العلاقه الجنسيه، كيفقد العلاقه الجنسيه الطعم ديالها. هذه متفقه معك. ما باش تقول ان المراه اللي كتحتاج للعاطفه اكثر من الجنس او العكس، ما كاينش هذه القضيه. هي هي هي, هي كل باش نوصلوا لواحد الارضاء في العلاقه الجنسيه، خصو واحد الارضاء في جميع، ما نقولش في جميع مي في بزاف ديال الجوانب ديال الحياه، باش نوصلوا للارضاء الكامل في العلاقه الجنسيه. في حين ان الا اون سو كونسونطري كنركزوا غير عليها هي بالضبط، اكيد كيبقى شي حاجه ناقصه فيها. نعم، نمشيو ناخذوا معنا مكالمه تاليه. معنا منال من الدار البيضاء، مرحبا بك لاله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. انا منال. مرحبا مرحبا بلاله، تفضلي. كازا. جو ولي جوست بارلي من لو سوجي اللي كنهضروا ليه اليوم مع دكتور، مع كوتش منى الصباحي سي سي بوسيبل. تفضلي. الوغ جي توجور دي كونفلي مع راجلي، إلي بلو كغون بلو أجي كو موا زعما، 35 عام و 23 عام، عندنا أن أونفون دو 3 عام ودمي. اسمح لي عفاك، الفرق ديال السن بيناتكم سي كامل؟ عندها 35 سنه وعنده، هي عندها 29 سنه وهو 35. هو 35 وهو 35، 12 سنه ديال الفرق. وي تري بيان داكوغ. وعندنا ان انفون دو 3 ان ودمي. لو كونفلي دائما بيناتنا هو ولد. اجيت نعس بكري، لا ما يبغيش صافي، انا اللي كنخلص المدرسه الوقت اللي بغي ينعس يمشي ينعس، ما تبزيش عليه. جيت لبس ما تمشيش فيا نلبس صندالتك، ما بقيتش غوتي على الدري، يبغي يلبس هاي يلبسها، مبغاش يلبسها ما يلبسهاش. قدامه هادشي كله كيكون قدامه. داكوغ. وي ولينا دابا كنعايشين اون ميم طون، هو كيقول لي ولدي ولا كيقول لي غنقولها لبابا، إلا ما كانش بابا وكيدير شي حاجة كنقولي غير غنضربك ولا شي حاجة بحال هكا، وراه غنقولها لبابا. فهمتني شنو قلت؟ وي فهمتك لالا. ومن غير هاد الكونفليت، هاد الكونفليت عاديين دو توت دو تو تو لي جور تو لي جور. دائما اون ا تور دي بروبليم، ما كنتفاهموش بيناتنا، داكشي علاش ما بغيتش نعاود نولد.
واخا ما كارهاش نولد باش يولي عندو خو ونختو، مي ما كنفكرش نعاود نولد على قبل. دائما مشاكل، دائما. منال كيفاش كتحاولوا تحلوا هاد المشاكل؟ ما كنحلوهاش. ما كتحاولوش اصلا؟ نقول لك الحقيقه ما كنحلوهاش. كنخطي كنبقاو مخاطبين كنقطعوا الهضره ما كنهضروش. حتى شي نهار شي واحد كيعيا. حتى شي واحد كيعيا وكيهضر. صافي. وانا الا بغيت نجبد المشكل درتي ودرتي كيقول صافي خلي نستعاي. مزيان. شوفي مادام تيتكلم بحال هكا راه مزيان، مادام بقى كيقول لك صافي وهذا راه ما تيحاولش ديك الساعات يقول لك وتانتي درتي وتانتي فعلتي وتانتي، هذه بعدا سي ان بون سين. يعني فهمتي راه كاين واحد الاحساس ديال انا راني عارف راسي غلط وصافي ما تزيديش بلا ما تحكري دوزي لحاجه اخرى. شوفي مادام ديك الساعه المشكل كيبدا يجبد ليا شي حوايج قدامين عادي، لان ملي كتبدا ملي كيكون المشكل داك الساعات وكتاتاكي شي حد وكيكون عارف راسو انه غلط، اذا خصو يرد لك اللومنتين. ما الا ما عندوش داك الساعات شي دلائل او شي حاجه في داك المشكل اللي واقع داك الساعات، اذا خصو يجبد من ليستوريك، وهذه اسهل حاجه الواحد يقدر يديرها. انت درتي وانت فعلتي. المشكل انا ما كنلقى ما يجبد، المشكل انا ما كنلقى ما يجبد، غير شي نهار طيبت الماكله ما جاتش زوينه، شي نهار شحال هادي، وعقلتي ذاك النهار خليتيني بالجوع وعقلتي ما كنلقاش. ايوا الحمد لله سي ان بون سين اوسي. المهم اسمعني منال، شوف عادي الانسان الا بغى يقلب على المشاكل راه كيلقاهم، هذه امر طبيعي. قلت لك منال اول شيء هذا الزوج ديالك ولا بدا عنده شي صفات زوينين، ما يمكنش واخا هاد المشاكل واخا هاد النقاشات، ولو اني زعما شخصيا كنلقى انه غلط في هاد المساله ديال نو تحفظ لا ماشي سوقك انا اللي كنخلص عليه ما 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 يحفظش، لان كيولي الولد فحال الا تيحطك انت وباه خصم الا بهدرتي معاه انا نقولها لبابا كيولي هو كيشكم بك. فاول حاجه ولا بد هاد الزوج عنده شي صفات زوينين، لان الا ما الا ودائما كنركزن على هاد المساله وماشي غير بين الازواج، في اي مساله بغينا نقلبوا ليها على الحل نشوف بعدا الجانب الايجابي ديالها، خصني ولا بد نلقى واحد الحاجه باللي نقدر نبني عليها. فشوفي الجانب الايجابي ديال هاد الزوج، الايجابيات اللي فيه، التعامل اللي زوين فيه، شي حاجات اللي يمكن فيه ما كاينينش في ناس وحدين اخرين، هذه اول حاجه تبداي بها. الحاجه الثانيه هو انك مادام انه مين تتبغي تناقشي معاه وكيكون المزاج مزيان وهذا تيقول له صافي غير نساي وصافي نحيد وهذه، فاختاري واحد الوقت مناسب اللي يكون نيت المزاج يسمح باننا نتناقشوا، وجبدي ليه قول ليه مثلا علاش انت مين تتهضري مع الولد كتقول ليه خصو يقرا، ها علاش وها علاش وها علاش، لانه خصو ينضبط، لانه الا ما انضبطش دابا من بعد منها ما نخليو ما ينقدروش عاد نخلقوا فيه شي عادات اللي عوجت فيه في الصغر. ولانه قول ليه ودابا هاد الولد الا وصل 17 عام وصل الباك وما بغاش يكمل قرايته لان بالنسبه ليه ما بغاش ينضبط، واش يعجبك الحال؟ فبيني ليه المصلحه اللي انت كتقلبي عليها، لانه ولو هذا التصرف هو عقليا حنايا منطقيا كيبان لينا غير معقول ديال ما يحفظش لان انا اللي كنخلص الفلوس، الا ان بالنسبه ليه يمكن تيقول يمكن هو راسه عاش شي ضغط في ايام المدرسه فكيقول انا ولدي ما بغيتوش يعيش هذا الضغط، يمكن شي اشياء هو ما تيعبرش عليها مي تيحاول انه يطبقها في التربيه ديال الابن. فهذه مسائل كنتفقوا عليها. حاجه اخرى قول لي حتى من ما تكونش متفق معايا على هاد الطريقه اللي انا تكلمت بها مع الولد ولا شي حاجه قلت ليه ديرها ولا ما ديرهاش، اجي لبيت النعاس وقولها لي بيني وبينك، ما تقولها ليش حدا، لان مي كتقولها لي حداها شنو كيوقع وشنو كيوقع وشنو كيوقع. والهدف ديالكم جوج بكم هي ان التربيه ديال الابن تكون صالحه وانه يكون عنده مستقبل زوين وانه يكون انسان صالح. فدائما نرجعوا للهدف، ياك انا وياك هذا هو الهدف ديالنا المشترك، اذا مادام الهدف ديالنا مشترك نقلبوا على حلول اللي ترضي الطرفين، ماشي نمشي نهضر معاه وانا كنقول لي راه انا اللي عندي الحق وانت ما كتفهمش، حتى حد ما كيبغي يسمع بهذه الطريقه لا رجل ولا امراه. ولا عاوتاني من يكون المشكل دير هذه وما ديرش هذه، او العناد حدا الولد لانه غيبدا يستغلكم بجوج بكم. ونتمنوا لها خير يا رب. ونمشيو ناخذوا معنا اتصال اخر، معنا سي سعيد من جديده. مرحبا بك سيدي سعيد. سيدي سعيد مرحبا. سي سعيد مرحبا. إذا للأسف انقطع الخط، أرقام الهاتفية دائما مفتوحة لكم مستمعينا الكرام. فاصل إعلان قصير وراجعين نستقبلوا بقية مكالمات.
رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام على ميد راديو، مازال مواصلين ومستمرين معكم دائما في استقبال مكالماتكم على الاذاعه القريبه منكم ميد راديو، برنامجكم الحل بين يديك. كنرحب بكل اوفيائنا الكرام اللي دائما في تواصل مباشر معنا، ارقام الهاتفيه مفتوحه 05 22 46 52 51 52، ايضا عبر الاس ام اس الحل خليو فراغ وصيفطوا الرساله ديالكم ل 50 80، ثمن الرساله 6 ديال الدراهم حساب الرسوم. ايضا كيكون تواصل معنا عبر الفيسبوك وصفحه البرنامج اللي هي الحل بين يديك. مشو ناخذ معنا اتصال، معنا ام عمران من الرباط، مرحبا بك لالا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. مبروك عواشركم اذا علينا وعليك لالا، باش نمس منيتي ان شاء الله. شكرا سيد الارتباك، سمحي لي. مرحبا بلالا، تفضلي. عافاك بين هضر معك، كلش تفضلي تفضلي. انا معك ام عمران، تفضلي. انا عندي مشكله مع، يعني قدرت تكون تافهه مع راجلي. يعني هو شوية، يعني العلاقة ديالنا بحال فيها برودة. شحال هادي نتوما مزوجين أم عمران؟ دابا 6 سنين. هادي شنو كتقصدي فيها برودة؟ يعني تنبغي يعبر ليا على الحب ديالو، كان بيسمع منه كلمة زوينة، ما تنسمعش منه. ديما ملي تنسولو على شو هذا تيقول ليا أي مع الظروف والخدمة. ويعني أم عمران، واش دائما كان في حلقة ولا هذا تغير جديد؟ لا منك يلا تزوجنا. يعني كان كيعبر ليا وكان كيهضر معايا شي كلام زوين، مجرد اني صافي عرولت صافي مشى كل شيء. يعني كانت مع الفترة ديال الولادة بعد ما جا الابن والابنة ديالكم. صافي عرولت مشى كل شيء صافي ما بقاش وانتينا أم عمران، واش كتنتي كتقولي ليه كلام زوين، كتمدحيه، كتشكريه، كتقولي توحشتك، ما جا وراهما؟ أنا ما تبدلش معاه، دايما كنعبر ليه وهكا يتلبس وتنتقاد. وواحد المرة كاع درت يعني عشا رومانسي الشماع وقال لي هذا الشيء ماشي ديالنا، يعني لان زعما حنايا ما زعما عندنا الدار، ما هذا لا خصنا نديرو دارنا. قلت لي ماشي، ما بقاتش في الدار، وهذا قال لي هذا الشيء ماشي. يعني هو عنده انشغالات، يعني هو عنده بغى يقول لك راه عنده انشغالات اهم من هذا زعما هاد الحركات الرومانسيه ياك. بحال هكاك. شوفي ام يعني عمران، يعني نعم تفضلي تفضلي كملي، سمح لي قطعتك. يعني ملي تنقول لي علاش و سميتو تيقول لي يعني راه يعني عنده توتر في حياته بحال الامر مادي. يعني كنقول لي علاش وليتي هكا، كيقول لي انا ما عرفت مني تعقدت، انا ما عرفت مني وليت هكا. ام عمران، كنظن يعني على حسب ما هادشي اللي قلتي، هو اولا هو انك انت ما تحيديش المحاولات ديال التعبير على الرومانسيه ديالك وعلى المشاعر ديالك تجاه الزوج ديالك، واي حركه يقوم بها ايجابيه، يعني ولو انه يقول شي كلمه مزيونه فهمتي غير بالصدفه، قول لي هذه الكلمه زعما ما تقدرش تصور شحال كتفرحني وشحال كتخليني يعني نحس براسي مزيان ونحس براسي راني فرحانه ونحس براسي ونحس ونحس. يعني كتعطي قيمه للحركات البسيطه او الصغيره اللي هو كيديرها، خاصه ان على حسب ما قلتي يعني اللي ما كيسمحلوش انه يمكن يعبر على المشاعر ديالو تجاهك او هذا، هو انه كيربطها بالجانب المادي. يعني الا بغى يعبر لك خصو يجيب لك هديه، وهديه مكلفه، هو خصو يدير الدار، هو عنده انشغالات. ثانيا يمكن عنده شي ضغط في العمل ديالو، وديجا هو داير راسو تحت الضغط، لان خصني ندير الدار وخصني نعمل هذه وخصني نفعل هذه. يعني حط واحد لي كريتير، واحد الشروط، واحد المقاييس باش يقول انا راني نجحت في حياتي او انا راه عندي حياه مقاده. ويمكن هذه بزاف الناس كيديروها، يعني ما نقدر ندير، خصني على ما نوصل لذاك الاهداف اللي انا دايرها في راسي، اذا كل شيء خصو يكون خصني نوقفه. ف محتاج منك واحد شويه ديال التفاهم، وتبيني له انك رانتي حاسه بهذا الضغط اللي هو عليه، وتبيني له كذلك ان على ما نصوبوا الدار ما خصناش نفقدوا هاد السنوات هذه، لان لا الشباب ديالنا ولا العمر ديالنا ولا هاد اللحظات ما كتوليش تتكرر. راه النهار اللي ما كنستافدوش منه واللي ما كنعيشوش بواحد الطريقه مزيانه، صافي راه تيدي 24 ساعه الا ما استغليتيهاش صافي هي مشات. وشوف كل واحد فينا الان، البارح كان في عمره 5 سنين وكان في عمره 10 سنين وكان في عمره 20 عام وهو ماشي، والسنوات كنحسوا بها راه مين كترجعها فحال كتلقاها طارت. فكذلك هاد السنين هذه ديالكم والشباب وهذا راه ما كيدومش الحياه كامله، فخصك تقوليها له، ولكن ماشي بطريقه ديال اللوم، ماشي بطريقه ديال كنتي مزيان ما بقيتيش مزيان، كنتي كتقول ما بقيتيش كتقول، كنتي كدير ما بقيتيش كدير. نحاولوا اننا نخلقوا فرص، وسورتو ان مادام هو كيربطها بالجانب المادي نبين ليه ان راه اللي محتاجه ليه انا ماشي هو ماشي مادي.
راه اللي محتاجه ليه هو واحد العاطفه، واحد التواجد، واحد الكلمات اللي ما كتكلفك والو ولكن كتخليني انا نعطي اكثر في هذه العلاقه الزوجيه. ونمشيو ناخذوا معنا مكالمه ثانيه معنا السي محمد من الكرسيف. مرحبا بك سيدي. مرحبا سيدي محمد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. هاد الهضره اللي كتقولوا كل صحيحه، هاد الهضره اللي كتقولوا علاش تطبقوا عليها انا الجنسيه. مرحبا سيدي. مرحبا تفضل سيدي محمد. شنو هو سؤالك؟ شنو هو سؤالك سيدي محمد؟ نعيا الناس ما صلحش دابا كاين مهم مره اخرى ما نعيا الناس. مرحبا مرحبا شكرا جزيلا لك سيدي محمد تواصلتي معنا من كرسيف لهنا. مرحبا تسمعكم ان شاء الله مره اخرى دابا مرحبا وخلطه وما صلحليش باش نهضر معاك. عجيب. مرحبا شكرا على التواصل. شكرا على تواصلك معنا وان شاء الله تكون فرصه مقبله باذن الله. مرحبا انا سيدي لالا خطيك تحياتنا لك ومشكور جزيل جزيل الشكر. ناخذ معنا سي جمال من الدار البيضاء. مرحبا بك سي جمال. ما درتش الحضور انا راني معكم. مرحبا سي جمال. السلام عليكم. الله عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. مركم مبروك سيدتي. مرحبا سيدي الله يطول عمرك. انا بغيت الخلاصه ديال هذا الاتجاه هذا. انا نعطيك واحد الاتجاه انا كيتعلق انا مقبل على الزواج. انا عشت سيليفاتاري عشت بوحدي يعني ما عشت بعد الدار عشت واحد 10 سنين انا في عمري 30 سنه. مرحبا. 10 سنين انا بوحدي بوحدي يعني عشت شباب ديالي كيما ينبغي. ما فاش فكرت نزوج فكرت زوج بواحد الطريقه بدائيه هو انني مشيت انا واحد الناس نعتوا لي واحد بنت الناس مشيت كتبت على الله درت النيه ومشيت. وكنعتمد على واحد الايه قرانيه شنو هي؟ الله سبحانه وتعالى وفعل كيجعل ما بيناتنا موده ورحمه. انا فكرت شفت البنيته عجبتني قلت فوالا غنتزوج بهذه الطريقه هذه لان غننسى داك الشيء اللي دوز وغادي نقول يا بسم الله ونتكل على الله وتكون نيه صالحه شرط انني الواجب ديالي نديرو اتجاه السيده والله سبحانه وتعالى هو اللي يسر. انا بغيت نسول السيده اللي معك واش الطريقه باش انا تزوج واش هي كيفاش غنكون في حياتي انا مستقبلا؟ اوكي سي جمال كان تواصل بينك وبين هاد السيده ديالي يعني عرفتيها وعرفاتك؟ لا جامي. لا هو عرفنا الزواج تقليدي غير هو مشيتي دخلتي لدارهم. واش مشيتي دخلتي لدارهم طيحتي العقد ولا تعرفتوا شويه يعني كانت خطبه والحباب مع الحباب وتعرفتي؟ لا دابا الخطبه يلا السبت الماجي انا عندي ان شاء الله. الله يكمل يلا عاد تخطبي والله يكمل بالخير. ولكن من بعد الخطبه ان شاء الله انا مشيت شفت البنيته صافي عطيت كلمه للناس ما يمكنليش نرجع. من شتيها جمال من شتيها عجبتك؟ عجبتني تري بيان. هذه مزيان. هذا اول مساله. اولا انت بديتي بواحد النيه مزيانه راه النيه ماشي يعني دينيا الحمد لله عندنا هذه المساله كاين التكرير ديالها بزاف لا في القران الكريم ولا في السنه ولا كاين النيه حتى في التطوير الذاتي. الا بغيتي تبدا غير مشروع ولا تكون مع علاقه مع الناس ديالكم ولا مع العائله ولا بغيتي شي فكره الا بغيتي تنجح فيها خص النيه ديالك تكون مزيانه. وانت النيه اللي داخل بها لهذا الزواج الحمد لله مزيان وباغي تحقق شي حاجه سميتها الموده والرحمه. راه ماشي الزواجات اللي كلهم كاين شحال من واحد بقى في علاقه ديال التعارف 10 سنين وتزوجوا وتطلقوا من بعد 3 شهور. فماشي اون غارونتي ماشي ضمان انك تكون كتعرف هذيك السيده ولا تعرف ولا السيده تعرف السيد واحد المده طويله باش يكون واحد العلاقه زوجيه ناجحه والعكس. يعني لا العلاقه الفاشله ولا الناجحه كاينين هكا وكاينين هكا. فانت الحمد لله بديتي بنيه مزيانه. اللقاء الاول عجبتك السيده وهذه امر مهم جدا لان شحال من واحد كيبدا بنيه مزيانه وتيمشي يشوف البنت ولكن ما تتعجبوش وتيقول لا انا حيت نيتي. راه الا ما عجباتكش راه ما يمكنش تولي تعجبك من ماشي ما يمكنش تقدر تعجبك من بعد ولكن كتبقى دائما كتقارن بينها وبين وحدين اخرين. فمادام عجباتك دونك الحمد لله كما كنقولوا كتعمر لك عينك. هذا امر مهم. كتبقى مثلا دابا المساله من تكون الخطبه انك تشوف نتايا من انا ان شاء الله رحمه الله يكمل بيناتكم بالخير انت في هذه العلاقه الزوجيه ديالك كيفاش تبغي تكون. هذه أول شيء لأن دائما كنقلبوا على الآخر كيفاش خصو يكون. بدا براسك أنت كيفاش تبغي تكون، شنو هي مواصفات الزوج المثالي اللي ترضي الزوجة ديالك، هذه الحالة الأولى وشوف كيفاش تقدر تطبقها. والحاجة الثانية شنو كتنتظر من هذه الزوجة. وفي هذيك فترة الخطوبة حاولوا تلقاو من تتلاقاو من تهضروا أنكم تكلموا على هذه المسائل لأن فترة الخطوبة دارت باش كل واحد فينا يدرس الآخر كيدرس الآخر كيشوف كنهضروا على شي شروط اللي باغي نلقاها في الحياة الزوجية ماشي تنكتمها حتى كنوصلوا للبيت الزوجية وديك الساعات كنحطك أمام الأمر الواقع. وإن شاء الله راه ما يكون غير الخير إن شاء الله بإذن الله. يعني ربما كوتش منى هنا كيخص يكون حتى واحد التقارب
ثقافي وتقارب اجتماعي باش يمكن الانسان انه يكون في التواصل. هي من بين الشروط، ماشي هي ماشي اساسيه ولكن من بين الشروط. هي كتساعد يعني كل ما كان تقارب ثقافي، كل ما كان السن ما كاينش واحد الفرق كبير بزاف، كل ما كتكون المستوى الاجتماعي متقاربه كيكون شروط اكثر، كتكون هذه الشروط كتساهم في التقارب بطريقه اسهل. ولكن راه ماشي بالضروره، راه المهم هو ان شحال من واحد عنده الدكتوراه ولكن المستوى الوعي ديالو بازيك ابتدائي ديال قل من الابتدائي، والعكس كاين شي واحد قاري غير على قدو او ما قاريش، كتلقى واحد الوعي، واحد الثقافه، واحد الطريقه ديال التعامل ما شاء الله. فما نحكموش من الاول، هي اهم كل ما كان تكلم على التقارب يعني اللي كيسهل المأموريه على الطرفين، ولكن ماشي ماشي يعني عنصر اساسي، ماشي كما كيقولوا شرط لازم وغير كافي. يعني تقدر تلقى شروط وحدين اخرين اللي تساعدك باش ان الحياه الزوجيه ديالك تكون مستقره وتكون منى، يعني يوريها الزوين والخايب ما يخليهاش لا لا جمال تيبان ليا زعما من يعني ربما يوريها الخيب اللي فيه اكثر من باش الانسان كيكون داخل على بينه، لانه للاسف بعض الاحيان كيكون الصراع من بعد على شي اشي كنخبيهم على بعضياتنا. لا لا باين لي جمال ان شاء الله الرحمن الرحيم يكون من النوع اللي كيبين المزيان واللي خصو يشتغل عليه ان شاء الله الرحمن الرحيم. الله يسهل الامور. رساله كتقول واحد السيد باغي يخطب واحد البنت والنيه ديالو طرا عليه والديه الكبار في السن وتخدمهم، واش يقول لها هادشي من الاول ولا غير يسكنها في دار الكرا ومن بعد شهر يقول لها صافي غادي نخرجوا من الكرا ونمشيو نسكنوا مع والدينا؟ هذا تيقلب راه كبار خاصنا نرعاهم. شوف اولا انت هذه النيه ديالك، يعني باغي تجيب وحده اللي تخدم الوالدين ديالك يعني بواحد الطريقه واحده اخرى. الله يرضي عليك، مزيان انت فكرتي في الوالدين ديالك والله يسمح لنا منهم، راه كنبقاو مدين ليهم حياتنا كامله، مي هذا راه الدور ديالك انت. يعني إذا كان عندك إمكانيات خصك تخلص عليهم واحد السيدة اللي هتكلف بهم، ما عندكش الإمكانيات وقلتي أنك أنت يمكن والزوجة ديالك، يعني ماشي كتجيب الزوجة غير باش من أجل الخدمة، لأن هنايا راه وليتي كتقلب على خدامة أو ماشي على زوجة. يعني الشرط الأساسي ديال الزواج ماشي هو تخدم الوالدين ولا تخدم وحدين أخرين، ولا الشرط الأول ديال الزواج هو الاستدامة ديال العلاقة وهو المودة والرحمة كما قال سي جمال من قبل. فأنت مادام أنك باغيها باش هذا ما تدخلش بالكذوب، لأن باش تسكنها في الكرة ومن تقول خصني نديك عند والديك، تقدر هاد السيدة ما توافق لكش وتمشي في حالتها ومن حقها، لأن ما بينتيلهاش ما كاينش حاجة كتجبرها، ولان ما بينتيلهاش النيه ديالك من الاول. فاللهم ترفض لك قبل من الزواج ولا تصدق في واحد الصراعات وفي واحد طعن القلب وواحد المشاكل التي لا حصر لها. وشكون اللي قال لك ولو انك تحط امام الامر الواقع ونخرجوا من دار الكرا وتجي تجلسي مع والديا باش تقابليهم؟ شكون اللي قال لك انك ما تعيش في واحد الجحيم او تتعامل واحد التعامل سيء او تقدر يعني اي حاجه كتولي ممكنه داك الساعات؟ فمن الاحسن الانسان يبين النيه ديالو من الاول، ولا تقدر تلقى السيده اللي توافق لك على هذه المساله، لان يمكن ما عندهاش الوالدين او يمكن كتشوف والديها الوالدين ديالك او بزاف ديال الناس، يعني كل واحد والفكر ديالو. وكاينين حالات في حلقات ديال زوجات الابن تبارك الله وصلهم اللي مقابلين الوالدين كبار لا ديالهم ولا ديال رجالتهم. فانت من الاول الصراحه هي احسن حاجه، الصراحه راحه كما كيقول صراحه راحه. ناخذ رساله اخرى قبل ما نشوف فاصل. كتقول السلام عليكم، الشكر جزيل لك ولكل طاقم ميد راديو على كل برامجكم متميزه، شكرا لك. لا لا الله يخطيك، احتراما لك بطبيعه الحال ما نذكرش الاسم او احتراما لخصوصيه الموضوع. كتقول بالنسبه ليا ما بقيتش عارفه كيفاش نتعامل مع الزوج ديالي، فهو للاسف مازال عايش بحال شي واحد ما مزوجش، عطيها للدوران والدعاه والبنات. انا دابا وليت خايفه على ولادي، خاصه انهم وصلوا لسن المراهقه والشخص اللي خاصو يوجههم للاسف هو خاص اللي يوجهه، فهو كيكمي وكيشرب وكيكذب بزاف لدرجه انني ما بقيتش عارفه كيفاش نتعامل معاه. كيكمي وكيشرب وكيكذب بزاف، وقلتي مازال عايش بالعلاقات، واش هادشي لا ما شتيهش يعني توصلوا لولادك لسن المراهقه؟ ولا غير حيت من ولادك وصلوا لسن المراهقه بديتي كتبان لك الخطر ديال لو موديل او المثال اللي عندهم في الدار. فهنايا يعني المساله ما كتحتاجش غير الهضره، هذا النوع هذا يقدر الهضره بوحدها ما تعطيش معاه نتيجه، كنحتاجوا الافعال. وانت ما عطيتيناش شروط واحده اخرى، واش هاد الزوج قايم بالمصروف ديال الدار كيهتم بالابناء ديالو، ولا حتى هما عاطيهم كما كنقولوا شبر ديال التقار ما كيعرفهمش من قسم مش من سنه شنو محتاجين شنو ما محتاجين؟ واش انت كتشتغلي وقادره انك تقومي بالمصروف ديال الابناء ديالك، ولا هو المعيل الوحيد وبالتالي اي تصرف اللي يقدر يكون جذري يقدر يهدد الاستقرار ديال الاسره؟ ثالث حاجه انت مادام هاد الزوج ديالك ما نقولكش تقدري تغيريه بين ليله ونهار، حتى حد ما كيتغير بين ليله ونهار، وحتى شيء ما تيتغير بين ليله ونهار.
ركزي على التربية ديال الأبناء ديالك أكثر من أنك تغيري الزوج ديالك. حاولي أنك تكوني قريبة منهم، أنك تناقشي معهم، أنك تبيني لهم مادام أنهم هما عارفين باهم تيكمي وتيشرب وتيدير هادشي كامل، إلا كانوا هما عارفين هاد المسائل نبين لهم أن هاد المسائل راه ما مزياناش وأن الله يهديه ماشي نكرههم فيه. لأن شحال من واحد ملي كيدخل في هاد الصراعات فحال هكا أو كتبغي تكرهي الأب في الأولاد في الأب ديالهم باش زعما تحميهم منه، عاد ما كيزيد يوقع العند وعاد ما كاين أبناء اللي تيستغلوا داك الخصام بين الوالدين باش يدخلوا الوالدين فوالا في الصراعات ويدخلوا في لي شونطاج والابتزازات. نعم. فتركزي على الابناء ديالك على التربيه ديالهم، عطيهم المثال الصالح، حاولي انك حتى من تخاصمي مع زوجك ما يكونش حداهم، وحاولي انك تبيني ليه ان راه خصك تاخذي معاه شي حل جذري. لان شحال من واحد لان مادام صبرتي عليه تداروا الابناء 14 و15 عام ويمكن 16 عام في نظره شنو غيوقع كاع، الى شنو ديري كاع دابا مادام ما خديتيش حلول قبل، يعني ما يوقع والو. يعني دير اللي بغى ما كاينش رده فعل. وصل الوقت اللي توضع فيه النقاط على الحروف. فاصل اعلاني ونعود نواصل. رجعنا لكم جديد مستمعينا الكرام على ميد راديو، مازال مواصلين ومستمرين معكم دائما برنامجكم الحل بين يديك. وبغيت الحل دائما او الحل احكي لي نقصتك مع الكوتش منى صباحي مدربه معتمده في التصوير الذاتي. قبل هاد فيه مازال مفتوحه لكم 0522 46 72 50 51 52. ايضا فيكم تواصلوا معنا عبر الاس ام اس، تكتبوا حل خليو فراغ وصيفطوا الرساله ديالكم ل 50 80، ثمن الرساله 6 ديال الدراهم احتساب الرسوم. تواصلوا معنا ايضا عبر الفيسبوك صف هذا البرنامج اللي هي الحل بين يديك. مشو ناخذ معنا السي خالد من اسفيل. مرحبا بك سيدي سي خالد، مرحبا. اذا نقطع الخط ناخذ معنا ناديه من مراكش. لا ناديه مرحبا. اذا نقطع الخط ناخذ معنا لالا لطيفه. مرحبا بك لالا. وي لالا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هذا البرنامج مرحبا، واتصلت بكم في بزاف يعني ديال نفس البرامج اللي كتقدموا فيها لي كوتش والاستاذ مامون تريبي. مرحبا. واليوم الله يعطيك السر انا بغيت غير نطرح لكم ديال واخا الحلقه ديال اليوم انا جاتني ماشي تفضلي. اختي عندي بنت عندها 16 عام، كانت عندها سنه بكالوريا هذا العام وعلاها علاقه مع واحد الشاب لدرجه انها يعني كما كنقولوا شوشتها. شنو قلتي؟ يعني عندها واحد العلاقه مع واحد الشاب يعني في الكلاس ديالها. راه شويه مرتبكه وكنهضر وقلبي كيضرب بزاف. اي بشويه عليك احنا معك. المهم يعني حاولت انا والاب ديالها يعني بجميع الطرق باش نوقفوا هذه العلاقه، يعني فهمناها ان هذا الشيء راكم باقيين صغار عليه باقي يعني لدرجه يعني ما بقيناش عارفين اش غنديروا. الله يخليك ولا على خاطرك يعني شي مساعده باش تنصحينا. انا ما غنقطعش نتصل فيكم عن طريق التليفون. واخا لطيفه بعدا صبري عافاك. قلتي البنت ديالك علاقه مع هذا التلميذ اللي تيقرا معاه في نفس القسم. ايه واش كتعرفوا شحال هادي ولا غير هاد السنه هادشي؟ وي لا غولاسيون من عام الاول انا لاحظتها ونفات يعني الى قالت لك انا لا ما كاين والو ما كاين علاقه لا حتى شي حاجه. وما انا كنت متاكده ولكن هي اللي حسات ليا ومنين يعني عطاتني شي مبررات قلت صافي شي حاجه دو باساج. ولكن ما نكذبش عليك هاد العام يعني تاكدت مزيان. وكيفاش كان تصرف الاب ديالها من عارف؟ التصرف ما نكذبش عليه شي حاجه كانت يعني تصرف معاها واحد الدرجه يعني واحد العقلانيه يعني خديناها بمسايسه ومشى معها يعني لشي اشياء بعيده تفسر ليها شرح ليها يعني مشي للمؤسسه شرح للتلميذ قال لي زعما بزاف زعما مشينا بواحد الطريقه حضاريه بزاف ولكن لقينا بان متعلقه به بزاف هو تا متعلق بها بزاف. هما اش نقول لك علاش ما تعرفوش على العائله ديالو مادام القضيه بهذه المساله؟ علاش ما تخليوش انها صداقه ما بين العائلات؟ لان انتم كيفاش حليتوا الموقف يعني انت كيفاش تعاملتوا مع المساله؟ يعني واحد التصرف اللي بزاف العائلات المغربيه ما تتعاملش معه. يعني تنشوف انا الحالات اللي كنعرف الاغلبيه كيوصلوا للضرب والغوات والصداع وشي مشاكل اللي كتخلي عاد داك البنت تزيد تعلق بداك الولد كثر وعاد المشاكل كيصدقوا كثر وعاد يا اما كتخلي داك القرايه. فانتم تعاملتوا بواحد الطريقه كما قلتي عقلانيه بواحد التصرف اللي ما مزيان. علاش مادام علاش مثلا مادام بالنسبه لك انه هو متعلق بها وهي متعلقه به، علاش ما تحطوهمش في واحد الاطار ديال انهم مشروع زواج وتكون المسائل على عينكم وعلى عين العائله ديال الولد باش تفاداو داك اللي عنده باش تفاداو ان توقع شي مشاكل في الظهر ديالكم وباش تفاداو باش ان تتعطيو ان لهاد العلاقه واحد القيمه اكثر تتخليهم هما براسهم يمشيو يعاندوا ويمشيو يديروا اشياء اللي من بعد كل شيء كيندم عليها هما براسهم يندموا عليها. هذه من جهه. من جهه اخرى ان القرايه ديالها
خصنا خصك ليلى الا زعما الا خفتي ان هذه العلاقه تاثر ليها على القرايه ديالها، كان هذا هو السبب الاساسي. ف نبين ليها قلتي وتكلمتي معها وهذا الشيء كاع كامل مزيان، نخدم معها على التوجيه ديالها وعلى المستقبل ديالها وعلى انها اهم مزيان انها كتفكر في الزواج وكتفكر انها تاسس اسره. هي بزاف ديال لي كوب تيبداو صغار وتيكملوا مع بعضياتهم ما فيها باس، غير هي ما تهملش الجانب ديال الدراسه ديالها وما تهملش التحصيل الدراسي، وان هذه العلاقه خصها تكون واحد الا كانت باش تكون سويه خصها تعاونها وتعاونوا على انهم ينجحوا في حياتهم، ماشي انها تلهيهم على التركيز الدراسي وعلى المستقبل ديالهم باش من بعد كلهم بجوج بهم يندموا. وان الحد الان بين لهم ان مادام انكم انتم ما عرفتيوش جدريا وما كانش تصرفات يعني اللي عنيفه، نبين لها ان مادام ما كاينش حاجه خايبه، مادام ما كاينش شي تصرفات لا اخلاقيه، مادام ان المساله تكون على عينيكم ان وعلاش لا تعارف على العائلات، فالتحصيل الدراسي خصو حتى هو يبقى مرافق لهاد السنه الدراسيه، خاصه انها سنه دراسيه كتكون شويه صعيبه وكيكون فيها بزاف ديال الضغط وكيكون بزاف ديال المؤثرات من غير المؤثرات العاطفيه ومن غير المؤثرات ديال سن المراهقه. غير هي البنت خاصها تفهم مخاطر اللي ممكن توصل لها من خلال هاد العلاقه. هذاك الشيء باش قلت لك علاش ما يكونش تعرف على العائلات باش ما نخليوش داك المساله واش العائله الاخرى غتقبل ولا لا. ربما الواحد يحاول الواحد يحاول مادام انهم وصلوا انهم مشاو حتى للمؤسسه دار المسألة تعرفت ما بقتش مخبية. وناخذ معنا رسالة كوتش منى. رسالة كتقول السلام، أنا مجدة من الرباط. مجدة من الرباط كتقول عندي مشكل كبير في حياتي مع رجلي، أنا عييت وبكثرة المشاكل ما باقيش عرفت شنو هو الحل، وبغيت نتذكر غير نهار زوين معاه ما لقيتوش، شنو هو الحل اللي يمكن ندير؟ ما واضحش هذا اللغز. وباش انك تقول ما كاينش حتى نهار زوين، هذه راه مساله خطيره، يعني خص الانفصال. ياك ملي تيتصنت راه تعرفني انا زعما ماشي من النوع اللي كيقول خصنا ها شنو دير وما ديرش، الا في حالات نادره. مي الا كان الانسان تيجمد الحياه ديالو مع هذا الشخص او مع هذه المراه وما تيلقى عنده حتى نهار مزيان، يعني يمكن حتى النهار اللي تعرفنا فيه، يمكن حتى النهار ديال العرس او النهار اللي درنا لاكت او السيمانه الاولى، الا ما لقى حتى هذه الايام ما كتمثلياش واحد الجانب ايجابي، فاذا علاش مستمر في هذه العلاقه؟ شنو الفائده ديالي في الاستمرار من هذه العلاقه؟ والا كنت مستمر على ود الشروط الماديه او على ود شي منفعه واحده اخرى، فاذا حتى هي راه واحد المنفعه اللي خصني نحافظ عليها. هذه لان الا ما لقيتش الجانب الايجابي ما يمكنليش ندير شي حاجه اخرى، كنبقى نعم. نشوف غير المشاكل ومن غير ما عطيتينا حتى اشياء اللي تساعدنا باش اننا نساعدك. ناخذ معنا اخر مكالمه في هذه الساعه الاولى. معنا لاله فاطمه من اكادير، مرحبا بك. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. الله يخليك، يمكن الموضوع ما سمعتوش من الاول ما عرفتش علاش تهضروا، وانما عندي واحد الوليد بغيت تسقسي عليه عنده 14 عام. تفضلي. تنشكرك اختي وتنشكر الدكتوره اللي معاك. مرحبا. عندي ولدي عنده 14 عام اختي، والمشكل اللي عندي معاه هو ما تيتصنتش، اللي قلت ليه تيقول لي لا ما نديرهاش، ما هذه الحفاظه انا اللي تنحفظ ماشي هو، خصني نمشي ندخل معاه للبيت نقول له حفاظ دير التمارين ديالك دير هذه دير هذه، تيدير شي شويه ويخرج. المهم تيرد الهضره تيعاير تيدير ما عرفتش غندير معاه. واش هادشي من شحال هادي ولا غير ما بان في هاد سن المراهقه؟ نو دابا 3 سنين تقريبا هكذا. يعني من دخل في سن المراهقه؟ من الصغر ديالو وقع واعر، ولكن دابا هاد الاخر كاع بزاف هاد عامين بزاف. الاب ديالو فينا هو؟ كعيد. واش تيقول في هادشي؟ ايوا هي معاه تا هو، زعما درنا معاه جميع الوسائل، تنديرو معاه شي طرف نشريو ليه اللي بغا، نديرو معاه زعما جميع الوسائل ولكن والو ما تيتبدلش. لا لا هنايا الوالد ديالو حدايا تا هو كاين حدايا دروك. لا لا فاطمه التربيه ماشي غير فقط ندير ليه داكشي اللي بغا، لا حنا درنا معاه الحزم والمكافاه بجوج بهم. وي فهادي اولا كقلتي ان هاد المشاكل بانت كثر يعني من خلف سن المراهقه، 3 سنين هادي اللي دازت يعني ما 11 عام الفوق، فبزاف ديال الابناء خاصه الذكور منهم تيوليو العكاز وكيولي اللي قالها هي اللي خصها تكون وكيولي تيهمل الدراسه ديالو، علاش؟ حيت انا كبرت وما خصكمش تهضروا معايا. فاتفقي انت والوالد ديالو مادام انت الاب ديالو في الاستماع، وهذا بعد دليل مزيان الحمد لله انكم متفقين بجوج بكم باش تلقاو حلول، لان شحال من مره كتلقى يا اما الراجل بوحدو كيجر يا اما المراه بوحدها كتجر. فجلسوا وتشوفوا هاد الولد هذا شنو هو الاهتمامات ديالو غير بيناتكم، شنو الحاجه اللي كتعجب، واش كيمشي يدوز الوقت في كره ولا مع صحابو ولا في اللعب ولا يعني هاد المسائل هادي، شنو الاشياء اللي كتفرحو، شنو هي الاشياء اللي تقدر تقلقو، الا حيدتي ليه البيسي ولا حيدتي ليه التليفون او الا طفيتي الكونيكسيون في الدار تيتعصب ما تيعجبوش الحال، بيان سور كتكون واحد النوع ديال العقاب من هاد الناحيه هادي. ثالثا هو في شمن قسم دابا؟ التسعه. التسعه ما بقاش كيحفظ.
ما تيبغيش يحفظ في قرا بزز. قلتي لي انك انت اللي كتدخلي تحفظي، راه هذه اكبر. انا اللي كنت ندخل معاه انا ماشي كنحفظ انما انا اللي خصني نقول لها تحفظ. اييه ودخل معاه للبيت وتقابلوا وهذا الشيء كامل. هذا من بين اكبر الاخطاء اللي كيديروها الوالدين، هما كيحسوا الابناء ديالهم بلا ما يشعروا. يعني ماشي انت راه بطريقه يعني بغيتي انك توصلي لهاد المساله، من انك كتشوفيه كيهمل ما كيردش البال ما كينضبطش، فكتبقاي متبعاه نوض حفظ قرا شنو درتي هنا شنو درتي له، حتى الابن كيولي كيحس ان داك القرايه راه ديالك انت ماشي ديالو هو، انت اللي خصك تجي توقفي عليها وانت اللي خصك تقابليه وانت اللي خصك دا. فاحنا هنا خصنا نعاودوا اعاده ديال واحد العلاقه ما بين القرايه وما بين التربيه وما بين المكافاه والعقاب. العقاب والمكافاه يكون على داكشي اللي هو كيبغي او ما كيبغيش. مثلا الا كنت نعاقب، نعاقب مثلا نحيد له البيسي لان عرفها ديك اكثر حاجه ما كتعجبوش. ثانيا وعلاش هذا العقاب، مثلا نبدا بعدا بالاهداف. القرايه ديالك نجلس معاه ونقول له شوف اولدي داك القرايه ما بقيتش انا نهضر معك عليها، قرايتك ديالك انت مستقبلك ديالك انت، انا وباك ما دايمينلكش ما بقاوش معك، حيت النهار اللي تبغي تزوج ولا النهار اللي تبغي دير المستقبل كلشي يسولك فين وصلتي في قرايتك، شنو كدير شنو كتفعل، واش ترضى براسك. يعني كنحطوا في واحد الصوره اللي ديال هو كما كنقولوا كندير فيه النفس بينه وبين راسه على حسب الصوره ديالو، شي حاجه اللي كي لو كونسيرن اللي كتقيسو هو، ماشي اللي كتقرا حيت حنا كنغوتو عليك حيت خصك تقرا حيت خصك دير حيت فلان وحيت فلتلان، كتحطي في واحد الصوره بينه وبين راسه. هذه من جهه، من جهه اخرى كديري معاه تقولي مثلا غتنضابط في قرايتك سوقك هذاك، مثلا خصك تنجح او خصك تعمل هذا، هذا راه شرط ديالك انت، فإلا الا الا انضبطتي ودرتي لي دوفوار ديالك كاملين وهذا هي المكافاه ديال ثالث سيمانه مثلا، غيكون عندك البيسي ديالك راه محدك ما انضبطتيش ما كاينش لورديناتور وما كاينش هذا، ونكون حازم في العقاب كما نكون كذلك وفي في المكافاه. هذه هي اهم الاشياء. نعم ما سخيناش فيك كوتش منى، ولكن الوقت مر بسرعه. شكرا جزيلا لك دائما على معلوماتك القيمه والطيبه. لا 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 يخطك سكينه ولا انا. نتلاقاو غدا ان شاء الله. اذا نتكلموا المعامله بين الازواج لحل الخلافات، بزاف ديال العلاقات للاسف كتهرس بالخلافات وما كنعرفوش كيفاش نعالجوها. غدا ان شاء الله غيكون هذا هو موضوعنا الافتتاحي او التجربه الافتتاحيه مع الكوتش منى الصباحي. شكرا لك. ميرسي سكينه. غنتوقفوا لحظه مستمعينا الكرام مع الاختيار الغنائي لماجد الرومي في انتظار أنا يودع كوتش منى مستقبل الأستاذ سعيد النووي أستاذ جامعي بجامعة الحسن الأول محامي بهيئة الدار البيضاء مقبول لدى محكمة النقد للإجابة عن كل أسئلتكم القانونية. بقوا معنا ما تمشيو فين.